عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله في مطبخ موني هنعمل وصفة حلوة جدا جدا جدا، وهي شاورمة الفراخ. اتمنى ان هي تعجبكم. طريقة بسيطة جدا والمكونات سهلة وجميلة. هنا ده صدور فراخ، ده صدر فرخة كبير اللي هي الامهات دي، صدر فرخة كبير. معانا هنا نص كوبايه لبن، وممكن ان احنا نستعمل زبادي. انا كنت الاول بستعملها بالزبادي، بس لما جربت اللبن لقيته احلى. هناخد هنا حوالي اقل من ربع كوبايه خل، يعني حاجه بسيطه كده. الهدف من اللبن والزبادي، اللبن والخل اقصد، ان هما بيخلوا اللحمه بتاعت الفراخ طريه. هناخد حوالي برضو اقل من ربع كوبايه زيت زيتون، حوالي مثلا 4 معالق كبار. هناخد رشه فلفل اسود وملح وكزبره ناشفه وكمون. ومعانا هنا هناخد ده حوالي 4 فصوص ثوم، وهناخد عصره ليمونه كبيره. اما الفلفل الحامي والبصل والطماطم دول هيتعملوا في الاخر خالص، ينضافوا على الشاورما، يعني احنا مش محتاجين ان احنا نضيفهم دلوقتي. ممكن نبدل الفلفل الحامي بفلفل اخضر عادي خالص، ده على حسب ما انتوا عاوزين، لكن انا بحب بصراحة الفلفل الحامي. دلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ الطريقة بتاعتنا. دي صدور الفراخ، هنحط عليها دلوقتي اللبن، وهنعصر عليها الليمون، ونحط الثوم، وهنحط زيت الزيتون، يعني حوالي 4 معالق، كمان شوية كده تقريبا بالظبط كده 4 معالق. ونحط الخل بالتقريب كده برضو. هنحط دلوقتي الملح، الملح بيكون حسب التذوق. نحط حوالي معلقة كبيرة، اقصد معلقة صغيرة من اللي هي المعلقة دي. ونحط كمون معلقة صغيرة برضو، فلفل اسود رشة على حسب التذوق، الكزبرة الناشفة برضو رشة، ونخلط كل بقى المكونات دي مع بعضها. دلوقتي انا خلطت المكونات كلها مع بعضها كويس جدا، ونسيبها في التلاجة اقل حاجة خالص ساعتين. وبعد ما عدى ساعتين على الشاورما بتاعتنا وشربت التتبيلة بتاعتها كويس جدا في التلاجة. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا جبنا طاسة وحطيناها على النار تسخن قوي قوي قوي، ونبدأ ان احنا نحط قطع الشاورما بتاعتنا متبعدة عن بعضها. لازم نسمع الصوت ده ان احنا نديها الصدمة، ونخلي النار عالية. دلوقتي انا حطيت باقي الكميه، اديتها صدمه، وبعد كده بقلب فيها. طبعا هي لازم تنزل السائل بتاعها علشان تستوي فيه. وفي الوقت اللي انا بقلب فيها الشاورما وسايباها تستوي، قطعت الخضار بتاعنا اللي هو البصل، الطماطم، الفلفل الحامي. وطبعا الفلفل ده اختياري، اللي عايز يحط فلفل اخضر عادي او فلفل الوان براحته. دلوقتي انا هسيبها لغايه لما تستوى خالص، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي خلاص زي ما حضراتكم شايفين الشاورما بتاعتنا استوت وشربت كل الصوص بتاعها. دلوقتي هنصبيها في طبق، وهنعمل ايه؟ في نفس الطاسه نبدا نتبل بس البصل. احنا هنخلي الفلفل اخر حاجه عشان ده فلفل حامي، وهنخليه على جنب اصلا. يعني هنتبل البصل، نحط عليه بس سنة ملح بسيطة، نتبله كويس قوي. البصل دبل معانا زي ما حضراتكم شايفين، نخليه بس كده على جنب، ونبدأ نحط الطماطم. انا ما بحبش اكتر من الطماطم بصراحة،
نديها تشويحة خفيفة قوي كده زي ما حضراتكم شايفين الخضار كله اتشوح مع بعضه كده ما عدا الفلفل. لو هتستعملوا فلفل عادي الاخضر العادي او اي الالوان حطوه عادي خالص مع الخضار، لكن لان انا بستعمل الفلفل الحامي دلوقتي وما ينفعش بناتي ياكلوا منه لانه هيبقى حراق عليهم فانا بسيبه اخر حاجه. دلوقتي انا رجعت قطع الشاورما تاني كله ياخد من طعمه بعضه، وبعدين هشوح مكانهم في الاخر خالص، يا غلبة شوية بس مش مشكلة يعني. لكن اللي بيفضل الفلفل الحراق بصفة عامة في البيت عنده يحطه عادي مع الطماطم والبصل. انا دلوقتي هديهم كمان تقليبة بسيطة كده، وبعدين مكانهم هشوح الفلفل الحامي. انا هسيبهم تشويحة بسيطة كده تقليبة بسيطة كمان وكده يبقى تمام قوي. يكون شكل الشاورما بتاعتنا بعد ما شوحنا الفلفل الحامي على جنب طبعا بعد ما خلصنا خالص الشاورما، وبنحطه على الطروف كده كاختياري، وزيناها بالبقدونس زي ما حضراتكم شايفين بيكون لايق جدا في طعمها. اتمنى ان انتوا تجربوها، واذا عجبتكم الوصفه يا ريت ان انتوا تشتركوا على القناه بتاعتي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، واوعوا تنسوا تضغطوا على اللايك وتعملوا شير، وبالف هنا وشفا.